تحية صباحية من جديد لكل مين انضم لنا في ساعتنا الثانية من فلسطين هذا الصباح. نتحدث الآن في موضوع تحدثنا به كثيرا وتحدثنا به مسبقا ويجب الحديث فيه في كل يوم لحتى ننتبه لأهميته ولخطورته، موضوع المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي. صحيح أنه كان في جهود عظيمة من النشطاء الفلسطينيين على مختلف هذه المنصات، ولكن بالمقابل كان في هجمة مرتدة من قبل أصحاب هذه المنصات لمنع نشر الحقيقة والمحتوى. نعم، كان هناك حجب للعديد من الصفحات على الفيسبوك على الانستغرام، حتى لو كانت هذه الصفحات لمؤثرين يمتلكون ملايين المتابعين. هناك رسائل تحذيرية بحجج واهية وحجج غير منطقية، إذا ذكرت اسم فلسطين أو غزة أو حتى بأي شكل من الأشكال كان هناك محاولة لحجب هذه الرسالة لكي لا تصل الرسالة الفلسطينية والحق الفلسطيني إلى كل العالم. سنتحدث أكثر بكيفية متابعة هذه القضايا إلكترونيا وأيضا بالجانب التكنولوجي وكيفية أيضا نشر محتوى دون أن يتم حجبه، مع ضيفنا الذي ينضم لنا رئيس تنفيذي لشركة بوز حمدة الخشتالي من عمان عبر تقنية سكايب. أهلا وسهلا فيك أستاذ حمدة. صباح الخير علاء، صباح الخير فرح، أهلا وسهلا فيك. اهلا فيك معنا. يعني استاذ حمدة، يمكن سمعت مقدمتنا واحنا بنتحدث عن محاوله حجب العديد من التغريدات الوسوم والحقائق الخاصه بالقضيه الفلسطينيه في الفتره الماضيه، ومع هذا الحجب هل هذا يعني انه فعلا استطاعت الاصوات الفلسطينيه انها توصل العالم لذلك تم حجبها؟ هل هذا اعتراف من منصات التواصل الاجتماعيه باهميه التاثير من خلال استخدام هذه المنصات؟ شكرا فرح. الأكيد أنه الأنترنت يعني هي شبكة عنكبوتية مفتوحة، وبالتالي حتى لو لم تقم بعض المنصات بخدمة المستخدمين بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم من إيصال رسائلهم ومن إيصال المحتوى الذي يريدون نشره مع الجمهور سواء على في المنطقة العربية أو سواء على مستوى عالمي، فالأكيد أن هذه الرسائل يمكن أن تصل من خلال مواقع أخرى ومنصات أخرى وحلول بديلة أخرى. في الحقيقة فيما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني، لسنا نحن ربما في منصة باز من ندعي أن هناك حجب أو هناك حظر للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل، ولكن المستخدم هو من يعاني من ذلك وهو من يتعرض لهذه المضايقات، والتي نعتبرها جزءا ربما من المشاكل العديدة التي يعاني منها المستخدم العربي على منصات التواصل الاجتماعي، لأن المنطقة العربية ليست مخدومة على الشكل الأمثل من هذه المنصات، وهناك العديد من المشاكل التي ربما يواجهها المستخدم العادي كما تواجهها ربما الشركات التجارية أيضا وصناع المحتوى وغيرهم من الجهات التي تستخدم هذه المنصات. نحن في منصة باز نعتبر أن كل مشكلة في أي منصة من هذه المنصات هي فرصة حقيقية لبناء ربما حلول تتوافق مع احتياجات المستخدم العربي الذي نعتبره يعني الجهة الأولى التي نسعى إلى إرضائها ونسعى إلى خدمتها بالشكل الأمثل، باعتبار أن منصتنا هي منصة عربية من العرب إلى العرب، تتفهم احتياجاتهم، تتفهم ربما خصوصية المجتمع العربي وثقافة المجتمع العربي المتنوعة والثرية جدا، ونحاول ونسعى جاهدين دائما أن نكون في مستوى نعم. انتظارات هذا المستخدم. نعم أستاذ حمدة، نتحدث عن هذه المنصة العربية التي كانت احتياج من ضمن احتياجات المجتمع العربي لمنصة تتحدث بلغته وتتحدث أيضا بقانون ممكن يكون مساهم لحماية محتوى، ولكن هذه المنصة جاءت من خلال تجربتنا كمواطنين كتقنيين كحتى أيضا متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي. شاهدنا العديد من الهجوم على المحتوى الفلسطيني، شاهدنا العديد من العقوبات التي تفرض على المؤثرين العرب أو حتى مؤثرين في العالم بحجب وإغلاق صفحاتهم. كيف تابعتم هذا الأمر كتقنيين، وأيضا ما هي الحلول اللي ممكن نعطيها أو نعرفها للمشاهدين بما يتعلق بهذا الجانب؟ في الحقيقة علاء، بالنسبة للحلول لتجاوز مثل هذه العقوبات هي تتمثل ربما ب
بالتواصل مع هذه المنصات سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء. هناك العديد من المنظمات والجهات التي تسعى جاهدة لحماية حق المستخدم في حرية التعبير، ولكن يعني بشكل أو بآخر العديد من هذه الجهود قد لا يعني تثمر في العديد من الأحيان. وهنا أعود بالقول بأن المشكلة ليست في القوانين، القوانين ربما قوانين المستخدم أو سياسة المحتوى الموجودة لدى فيسبوك أو غيرها من المنصات لا تختلف كثيرا عن سياسة المحتوى الموجودة عند منصة باز العربية. المشكلة هي في الممارسة وفي التطبيق وفي إدارة المحتوى بشكل أو بآخر، لأن تعريف ربما المصطلحات الفضفاضة الموجودة في هذه القوانين، لأن كل قوانين استخدام المنصات هي لا ترضى أو لا تسمح بنشر المحتوى الذي يحرض على الكراهية أو المحتوى العنيف أو المحتوى الخادش وغيرها من الأشياء التي قد تجعل المنصة منصة غير آمنة وفيها ربما أشياء تخرج عن الحس العام أو الكومن سنس كما يسمى. وبالتالي المشكلة ليست في القوانين وإنما في تطبيق هذه القوانين. وهنا نعتقد أننا في منصة باز باعتبارنا من العرب إلى العرب قادرون على فهم الفرق بين مختلف التعابير. يعني أعتقد أن صورة كما ذكرت ربما بعض الأمثلة، ولكن صورة ربما كيكة عليها علم فلسطين ليس فيها أي تحريض وليس فيها أي إشكال أن أستخدم هاشتاج الأقصى أو أستخدم أي عبارة أرغب في استخدامها من أجل إيصال رسالتي إلى العالم أو إلى أصدقائي أو حتى عائلتي، باعتبار منصات التواصل هي بالأساس للتواصل الاجتماعي. أستاذ حمدة، وتحديدا في هذا الجانب، تحديدا في هذا الجانب كان هناك يعني مفارقة غريبة عجيبة. عندما توفى جورج فلويد كان هناك ثورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يحجب أي فيديو أمريكي، لم يحجب أي فيديو مناصر لقضايا المواطنين والعنصرية. شاهدنا مشهد مشابه لجورج فلويد واعتقال الاحتلال للشبان الفلسطينيين بركبته على رقاب المواطنين العزل من أي شيء، وكان هناك حجب لهذه الفيديوهات. بنشوف مفارقة مختلفة جدا لشركة فيسبوك أو شركات أخرى بما يتعلق بحرية الرأي والتعبير أيضا من جهة لجهة ومن دولة لدولة. كما ذكرت، على المشكلة ليست في القوانين وإنما في الممارسة والتطبيق. يعني ممكن يعني أنا أعتقد أننا لو راجعنا قوانين مختلف هذه المنصات وراجعنا سياسة المحتوى الخاصة بمنصة باز فلن يكون عليها أي خلاف من الجانب العام، ولكن التطبيق ربما تدخل في العديد من المعطيات ومنها قد يكون سياسة إدارة هذه المنصات في التفاعل مع قضايا بشكل أو بآخر. في الحقيقة أعتقد أن هذه واحدة من المشاكل التي يعاني منها المستخدم العربي، لأنه ربما قد لا يكون أولوية بالنسبة للمنصات العالمية، وأيضا قد لا يكون هو قد لا يكون أولوية وليس ربما ليس مصلحة هذه المنصات خدمته بشكل أمثل. ليس هذا فقط كما قلت في سياسة المحتوى. اليوم ربما واحدة من التحديات الكبيرة لهذه المنصات هي مسألة الحسابات المزيفة ومسألة ربما الأخبار الزائفة. ونحن في منصة باز أول منصة تواصل اجتماعي في العالم نتيح خدمة توثيق الحسابات لكافة المستخدمين، لأننا نعتقد أن توثيق الحسابات هو حق للمستخدم وليس حق للمنصة. وبهذا يعني تدريجيا نتجه إلى أن نكون أكبر مجتمع تفاعلي عربي حقيقي على منصات التواصل الاجتماعي، لأن مسألة توثيق الحسابات أصبحت وكأنها يعني نوع من التمييز أو نوع من صحيح. يعني ربما وهذا ما سنتابعه أيضا أستاذ حمدة، حنخصص حديث كامل جدا على كيف تكون مؤثر على تطبيق باز. شاكرين تواجدك معنا وشكرا كل هذه المعلومات، وإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة. يسعد صباحك. شكرا جزيلا لك أستاذة حمدة.